غاب الصياد فترة كبيرة عن البحر بعدما كان بيته الثاني ومصدر الدخل الوحيد لبيته وأسرته. اليوم رجع بفضل أناس تبرعوا له بقارب صيد. بفضلكم أنتم أصبح هناك طعم للحياة. وعادت الحياة لتنبض من جديد في هذا البيت. مشاريع صغيرة وفرص عمل بسيطة أعادت الحياة لأسر كثيرة. تبرعكم بقارب صيد سيوفر مورد رزق دائماً لأسرة كاملة.